يعني حسب التصريحات الرسمية للجيش وحسب المراقبون أيضا، هناك انخفاض بوتيرة الأعمال العسكرية الأوكرانية، الحديث عن الاقتحامات إلى درجة كبيرة خلال الأيام الماضية. ذلك ما سبب ثبات القوات الأوكرانية عند البلدات التي سيطر عليها. التصريحات الرسمية من الجيش الروسي أن اقتحامات كانت ليلة أمس على مدينة مارتينوفكا، تم صدها اقتحامات على بلدة أولغوفكا، على بلدة مالايا لوكنيا، هذه الثلاث بلدات في المناطق. طيب خط الإمداد هو المهم يا رائد، خط الإمداد هل توقف؟ إيقاف هذه الهجمات ورد القوات الأوكرانية. نعم أسأل عن خط الإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية الموجودة والمتوغلة في الأراضي الروسية، بالتالي هي بحاجة إلى ذخائر إمداد، أغذية، ما إلى ذلك. روسيا كانت تتحدث بأنها تمكنت من قطع خط الإمداد لهذه القوات، هل تمكنت بالفعل القوات الروسية من فعل هذا؟ هذا السؤال جيد جدا، لأن هناك من طرفين، من الطرف الأوكراني ومن الطرف الروسي. نتحدث أولا عن الجيش الأوكراني. خلال الأيام الماضية دمر الجسر الأول على نهر السيم، من ثم دمر الجسر الثاني، وفي هذه الليلة دمر الجسر الثالث. هذا نهر السين عليه 4 جسور، ربما يكون الجسر الرابع يستخدمه الجيش الأوكراني. الجيش الروسي بنى جسور عائمة على النهر وبات يستخدمها لإيصال الإمدادات إلى خط المواجهة ولإخراج النازحين المتأثرين المتضررين من هذه المعارك في المناطق الساخنة. أما حول سؤالك، فإن الجيش الروسي وكل يوم يؤكد بأنه يضرب خطوط الإمداد من خلف سوجي ومن خلف كورسك داخل المقاطعات الأوكرانية وخاصة في مقاطعة سومي. على سبيل المثال، آخر تقرير كان هو قتل 300 جندي أوكراني اليوم الذي قبله، كما أيضا قتل 300 جندي أوكراني في داخل الأراضي الأوكرانية. بالفعل أعلن أيضا عن تدمير 27 قطعة عسكرية، منها 6 دبابات وراجمة صواريخ.